السلام عليكم. اليوم نريد أن نقف على مستوى تقدم الأشغال بالمقر الجديد للدائرة الإدارية للدار البيضاء، وهذا المقر اللي يقع في منطقة باب زوار. إذن زاروا والي ولاية الجزائر العاصمة ووقف على آخر يعني التهيئات حول المقر هذا، واللي أكيد سوف تكون فيه يعني سنوريشيسمو يعني من ناحية الهندسية والمعمارية، يعني عملية يعني البناية تعتبر الشكل الهندسي تاعها سوف ينضاف إلى الأحياء اللي نعرفوها في باب زوار، ويكون فيه يعني تنويع في البنايات يعني من ناحية الهندسية، وهذا الأمر إيجابي ويعطي يضفي طابع جمالي للمدينة ويعزز الـ يعني الريستركتوراسيون ولا قضية الهيكلة نتاع النسيج العمراني. إذن نترككم تتبعون، والسلام عليكم.